يوم. ما في قانون دولي يقول لك في الازمات المفروض الناس تطلع؟ اطلعهم اقطهم برا، والله لو اقطهم بالبرا. هعرض لكم بقى راي ناس كويتيين في الكلام اللي هي قالته. احنا نكون دوله انسانيه وما في دوله انسانيه ابدا راح تقرر ان هي تقط الناس في البر، مو لما كنا محتاجينهم حاطينهم عندنا ومحافظين عليهم ووقت الشده قطناهم. ترى هم ما سووا معانا هالشيء لما كنا بالغزو، لما نزلنا مصر فتحوا لنا بيوتهم. حياتي مثل الكويتي يقول ابوي ما يقدر الا على امي. اذا انت شاطره يلا روحي شدي حيلك على تجار الاقامات. انا استغربت تقولين لو كان القرار بايدك راح تحطينهم في الصحراء. بكيفك؟ بكيفك يا حياه؟ شلون تحطين اوادم بالصحراء؟ ترى هذيلا ناس، هذيلا بشر. انا مصدومه منك الصراحه، واصلا ما راح احد راح يسمح لك تحطينهم او تقطينهم في الصحراء. التيه اللي انت فيها ترى هذه ما هي زينه. خافي الله واتقي الله في هؤلاء، هذيلا ما لهم ذنب.